أحبائي، الكنيسة الأولى اهتمت في احتياجات الآخرين، كان كل شيء بالتساوي، اهتموا بموضوع الأرامل. المسيحية تخيل هي اللي اهتمت في المجتمع، مين اللي ابتدى بناء المستشفيات وبناء المدارس وبناء الجامعات وبناء العيادات والتخفيف من الظلم الاجتماعي والفقر والاهتمام بالأرامل وكل هذه البرامج الاجتماعية، مساعدة الإنسان الفقير، الناس المهاجرين اللي بتيجي من الدول العربية، ليش أجت على بلاد الغرب سواء أوروبا أمريكا كندا أستراليا، كل هاي الدول اللي المبادئ الأصلية واللي هي بتتبع بسموها جيدويا كريستيان إثيكس، المبادئ الأخلاقية سواء في العهد القديم أو من خلال يسوع المسيح، المساعدات الإنسانية، الاهتمامات بالطب، بيجي واحد لاجئ مظلوم في بلده، مقهور في بلده، مظلوم في بلده، على طول بصير مواطن وبيهتموا فيه وبيطعموه وبيعطوه معاش وبيت وكل وطب وعناية. هذه كلها أساسها من مئات السنين ابتدأت الإرساليات المسيحية توصلها لكل الناس، إنقاذ الناس من الأوبئة والأمراض والاختراعات الكثيرة لتخفيف الألم، حدة الألم من حياة الناس.